بسم الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الثامن، اليوم إن شاء الله يا الثامن راح نراجع الدرس الثالث نظرية تكتونية الصفائح، وفي نهاية الحصة إن شاء الله بنحل أسئلة تطوير المعرفة والتقويم والتأمل. كمقدمة لدرسنا تحدثنا في البداية عن جبال زاغرس في العراق، حكينا هي عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من شمال العراق إلى شرقه. ظن العلماء أن هذه السلسلة تكونت نتيجة اصطدام الصفيحة الأوراسية بالصفيحة العربية. لمعرفة كيف تكونت هذه السلاسل الجبلية، بدأت دراسات من العالم الألماني هو العالم ألفريد فيجنر. لاحظ في أثناء دراسته للرسومات والخرائط القديمة أن حافتي قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية هما حافتين متطابقتين، فهذه الظاهرة أثارت انتباهه، فوضع فرضية سماها فرضية انجراف القارات. هذه الفرضية تنص على أن الأرض كانت قارة واحدة قديما سميت بنجايا، أي معناها كل اليابسة، يحيط بها محيط واحد يسمى بنثلاسيا، ومعنى كلمة بنثلاسيا أي كل المحيط. ثم هذه القارة انقسمت إلى أجزاء وبدأت تبتعد عن بعضها البعض، ولم تتخذ هذه القارات موضع ثابت منذ تكون الأرض، وكانت تتحرك دائما بحركة مستمرة ولكنها بطيئة، وكان في عندنا هذا الشكل الذي يوضح كيف ابتعدت القارات عن بعضها البعض. فلما نعمل مقارنة بين شكل القارات قبل 250 مليون سنة نلاحظ أنها قارة واحدة يحيط فيها محيط واحد، يعني هي قارة بنجايا وهذا هو محيط بنثلاسيا. لكن في الوقت الحالي نلاحظ كيف ابتعدت القارات عن بعضها البعض وكيف تشكلت عدة محيطات بدل محيط واحد. ارتكزت يا ثامن نظرية فيجنر على تطابق حواف قارتي إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية، ثم قدم العالم فيجنر أدلة على صدق هذه الفرضية وعلى صحة هذه الفرضية. فالدليل الأول الذي قدمه هو دليل الأحافير، حيث وجد أحفورة لحيوان صغير زاحف موجود في على حواف القارتين يدعى ميزورس. هذا الحيوان لا يستطيع العيش أو السباحة في المياه المالحة، مما أكد العالم فيجنر أن هاتان القارتان كانتا متصلتين زمن هذا الحيوان أو هذا الكائن الحي. الدليل الثاني الذي لجأ إليه العالم فيجنر هو دليل المناخ القديم، فقد وجد في قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند وأستراليا جليديات قطبية، وهذا طبعا التفسير كان أنه هذه القارات كانت مجتمعة معا، خاصة أنه هلا في الوقت الحالي القارات تميز بمناخ دافئ، فما بالمفروض أنه أنا ما يكون فيها الجليديات الجليديات القطبية عفوا. فوجود هذه الجليديات القطبية في هذه القارات بتأكد أن القارات كانت عبارة عن قارة واحدة وكان لها مناخ متشابه. بالرغم من الأدلة التي قدمها العالم فيجنر، لكن نظريته لم تلقى التأييد وتم رفضها لأنه لم يستطع تفسير القوة التي حركت القارات ويحددها. بقيت هذه الفرضية معلقة حتى بدأت الحرب العالمية الثانية باستخدام الغواصات الأمريكية، كان على متنها العالم هاري هوس. العالم هاري هوس لاحظ ملاحظة وهو على متن هذه الغواصات، وهو وجود صدع في منتصف سلسلة من الجبال البركانية في منتصف قاع المحيط. فكما نلاحظ في هذا الشكل المحيط الأطلسي الذي يفصل قارة إفريقيا عن قارة أمريكا الجنوبية يحتوي بداخله في أعماقه على سلسلة جبال بركانية. هذه الجبال البركانية شكلت ما يسمى بظهر المحيط. ما معنى ظهر المحيط؟ حكينا هي عبارة عن نقاط القمم في السلاسل الجبلية البركانية حيث كونت ما يشبه ظهر الحصان وكان شكله متعرج. الآن لاحظ العالم هاري هوس أن عمر الصخور يزداد كلما ابتعدنا عن وسط المحيط واقتربنا من القارات، فوضع نظريته لتوسع قاع المحيط. حكى أن هذا الصدع الموجود في منتصف ظهر وسط المحيط تندفع منه الماجما، بتبرد، بتكون لي قشرة محيطية جديدة. هذه القشرة الجديدة هي التي تعمل على تباعد القارات عن بعضها البعض. أهم الأدلة المؤيدة لنظرية توسع قاع المحيط اللي هو تشابه أنواع الصخور على جانبي ظهر المحيط،
زيادة عمر الصخور كلما ابتعد عن بحر المحيط واقتربنا من حواف القارة. فتبين للعلماء أن الأرض ليست عبارة عن صفيحة واحدة، وإنما هي مجموعة من الصفائح الأرضية. هذه الصفائح الأرضية هي عبارة عن قطع كبيرة من الصخور تتحرك بشكل مستقل. الصفائح تتكون في القشرة الأرضية والجزء العلوي من الستار حتى عمق 100 كيلومتر. تقسم الصفائح يا ثامن إلى صفيحة قارية وصفيحة محيطية. الصفيحة القارية تكون غير متجددة، الصفيحة المحيطية متجددة. الصفيحة القارية مكونة من صخور الجرانيت، بينما الصفائح المحيطية مكونة من صخور البازلت. كثافة الصفائح القارية 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وكثافة الصفائح المحيطية 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. جميع هذه الدراسات التي أجراها العلماء ساعدت على تطور نظرية سمي بنظرية تكتونية الصفائح. هذه النظرية ثامن قدمت تفسير لحركة القارات، لنشأة المحيطات، لتكون السلاسل الجبلية، ولتطور القارة. ونصت هذه النظرية على أن الغلاف الصخري للأرض مكون من أجزاء عدة تسمى صفائح. هذه الصفائح تطفو فوق الغلاف اللدن ويجعلها قابلة للحركة لكن ببطء شديد. ننتقل الآن لحل تطوير المعرفة في صفحة 110. الآن في تطوير المعرفة في أشياء بدنا نحفظها وفي أشياء رح نكتبها. في البداية رح نتعرف على مفهوم الزلازل يا ثامن. أول شيء، الزلزال هو عبارة عن اهتزاز مفاجئ في صخور القشرة الأرضية ناتج من تكسر الصخور وحركة الصفائح الأرضية. إذا الزلزال هو اهتزاز مفاجئ في صخور القشرة الأرضية. ما سبب هذا الاهتزاز؟ سببين: 1 تكسر الصخور، 2 حركة الصفائح الصخرية. يسمى مركز الزلزال البورة، يعني النقطة اللي انطلق منها الزلزال وبلش تكسر الصخور وتتحرك الصفائح، في هذه النقطة اللي بدأ فيها الزلزال نسميها البورة. يتبع الزلزال ارتدادات تدعى أمواج زلزالية، يعني عندما يحدث الزلزال بعد عدة ثواني من توقفه بصير في عندنا موجات زلزالية أخرى نسميها ارتدادات، ارتدادات زلزالية. هذه الارتدادات تسمى علميا بالأمواج الزلزالية. تنشط الزلازل على مستوى حدود الصفائح، يعني مهما في عندي صفائح راح تلتقي مع بعضها البعض، حدود الصفائح هاي هي منطقة بتكون نشطة زلزالية. الآن بناء على هذه المعلومات اللي راح نحفظها في عندي سؤال: وضح كيف ساهم تحديد أعماق البؤر الزلزالية في تأييد نظرية تكتونية الصفائح. طبعا احنا حكينا سبب الزلازل هي حركة الصفائح الصخرية، فعندما تصطدم صفيحة قارية مع صفيحة محيطية، الصفيحة المحيطية رح تغوص تحت الصفيحة القارية، وبسبب ذلك سيؤدي إلى حدوث زلزال بأعماق مختلفة. كل ما ابتعدنا عن مكان الالتقاء بيزيد عمق البؤرة الزلزالية. التقويم والتأمل: لماذا رفضت فرضية فيجنر في تفسير انجراف القارات؟ كما تحدثنا رفضت هذه الفرضية لأنه لم يستطع أن يقدم تفسير للقوة المحركة لحركة القوة التي سببت حركة القارات وتحديدها. إذا رفضت فرضية فيجنر لأنه لم يستطع تفسير القوة المسببة لحركة القارات وتحديدها. ما الملاحظات التي اعتمد عليها الجيولوجي هوس وأدت إلى التوصل إلى حدوث توسع قاع المحيط؟ طبعا الملاحظة التي أثارت انتباهه هي وجود صدع في منتصف سلسلة الجبال البركانية في منتصف قاع المحيط الأطلسي. وجود هذا الصدع في منتصف السلاسل الجبلية الموجودة في قاع المحيط الأطلسي هي التي أثارت انتباهه. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث: لو افترضنا أن سرعة توسع قاع المحيط تساوي 2 سنتيمتر لكل سنة، وأن عمر الصخور في هذه المنطقة هي 200,000 سنة، احسب بعد هذه المنطقة عن وسط ظهر المحيط بوحدة الكيلومتر. يعني شو معنى بوحدة الكيلومتر؟ يعني أحول السنتيمتر إلى كيلومتر. إذا أول خطوة رح نعملها،
حنتم حل السؤال الثالث هون. أول خطوة رح نعملها رح نحول السنتيمتر إلى كيلومتر. الآن عشان نحول يا ثامن السنتيمتر إلى كيلومتر منقسم على 100,000. للتحويل من سنتيمتر إلى كيلومتر منقسم على 100,000، فبحكي 2 تقسيم 100,000 4 يساوي، طبعا رح يطلع الجواب 2 من 10,000 اللي هي 2 ضرب 10 للقوة سالب 5. 1 2 3 4 5. إيش معنى 10 للقوة سالب 5؟ لاحظ هي عبارة عن لما بدي أقسم أنا على مضاعفات العشرة اللي هي 10 أو 100 أو 1,000 أو 10,000، بدي أحرك الفاصلة العشرية باتجاه اليسار بنفس عدد الأصفار، فبدي يكون الجواب كالتالي. هيك رح يكون الجواب، هي الفاصلة العشرية هون بدي نحركها 5 خطوات، فبتصير 1 2 3 4 5. منين نحط الفاصلة العشرية؟ هيك. الآن اختصارا بكتب هذا الرقم بهاي الطريقة، هو عبارة عن 2 ضرب 10 وحركنا الفاصلة 5 خطوات، 1 2 3 4 5، فعشرة قوة سالب 5. ليش حكيت سالب 5؟ لأني حركت الفاصلة من اليسار إلى اليمين. الآن عمر الصخور، لاحظ هو عبارة عن 200,000 سنة. هاي 200,000 سنة. إذا عمر الصخور 200,000 سنة. بنفس الطريقة راح أكتبها بالصورة القياسية، فبنكتبها كالتالي، هي عبارة عن 2 ضرب، بدي أحرك الفاصلة 1 2 3 4 5، 5 منازل، فبحكي 10 قوة 5. ليش هون حطيت قوة 5 ما حطيت قوة سالب 5؟ لأني لاحظ كيف تحركت، أنا تحركت من اليمين إلى اليسار، تمام؟ الآن هلا بدنا نحسب البعد اللي هي المسافة. المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. ضرب الزمن. السرعة طبعا حسبناها، السرعة هون 2 ضرب 10 قوة سالب 5. ضرب الزمن 2 ضرب 10 قوة 5. ويساوي 2 ضرب 2 4. وهلا بما انه هذه سالب 5 وهي موجب 5 بلغوا بعض، فبطلع الجواب 4 كيلومتر. اذا المسافه هي 4 كيلومتر. السؤال الرابع والاخير بدنا نعمل مقارنه بين انواع الصفائح. طبعا زي ما حكينا الصفائح تقسم الى قسمين يا ثامن، صفيحه قاريه وصفيحه محيطيه. الصفيحه القاريه مكونه من صخور الجرانيت، اما المحيطيه من بازلت. كثافة الصفيحة القارية 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب. كثافة الصفيحة المحيطية 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الصفيحة القارية غير متجددة، الصفيحة المحيطية متجددة. مثال على الصفيحة القارية اللي هي صفيحة إفريقيا، ومثال على الصفيحة المحيطية المحيط الهادئ. هيك بنكون كملنا درسنا، يعطيكم العافية.